اعتاب ازاله لسان منه واعتبره اعتذر وانا قبلت اعتذاره من غير ما اعتذر. تمام. النقطه الثانيه انا هدي له فرصه دلوقتي اذا انا او اللوائح بتاعت المحكمه الرياضيه الدوليه منعته وحرمته من انه يستفيد من الشهود، فانا بدي له فرصه دلوقتي على الهواء يستفيد بشهوده، وبدي فرصه للشهود اللي جم مشوار ورجعوا يعني شربوا شاي بس ومشوا، فانا بدي لهم فرصه برضه لو حد طالب منهم يناقشنا على الهواء، وبدي له فرصه انه تتعمل محكمه جماهيريه تبقى على الهواء قدام الناس كلها، وانا اوجه لكل شاهد منهم سؤال. اولا شهاده المهندس نصر ابو الحسن مكتوبه ومعايا الستامر الكاتبها، فانا اوجه للمهندس نصر ابو الحسن سؤال او سؤالين، يعني انت سمحت لي واللي عايز يرد يتفضل يرد على الهواء. اتفضل. السؤال الاولاني للمهندس نصر ابو الحسن، انا اتصلت عليه من 3 اسابيع يعني قبل ما تامر يكتب اسامي الشهود، يعني ما كنتش اعرف ان تامر هيطلبه اصلا. تمام ماشي. وفكرته بالمكالمه اللي حصلت بينه وبينه اما كان شريف لسه في الاسماعيلي، لما طلبت منه حرفيا عدم، لو سمحت يا باشمهندس لو سمحت انا مش عايز اي وكيل ولا تامر نحاس تحديدا يتدخل في صفقه انتقال شريف لاي نادي. رد عليا المهندس نصر ابو الحسن حرفيا وقال لي الحرف الواحد، احنا ما بنتعاملش مع وكلاء، يبقى انا كده لاعب النادي المنضم للاعب، خدت الاوكي من رئيس النادي انه مش هيتعامل مع وكلاء. ادي مبدئيا كله تعامل بعد كده من ورايا، دي مش مشكلتي او مش من ورايا عشان اللفظ يكون مهذب شويه، يعني انه نسي الاتفاق اللي بينه وبين، خلينا نقول نسيه يعني مثلا، او الامور اللي تعرف المشاكل والحاجات دي مشيت مع دي حاجه. فانا فكرت بالمكالمه دي قريب. الحاجه الثانيه بالنسبه للمهندس نصر، شريف كان ماضي له فعلا عقد التامر في 1/3/2004 2009، مش في العقد التاريخ اللي هو اللي موجود ده، وكان ده سبب يا كابتن مجدي كنت موجود في الاتحاد اللي خلى شريف يقدم طلب بعدم اعتماد او توثيق عقده مع تامر، لانه في الوقت ده تامر قلت له روح مع شريف النادي الاسماعيلي واتكلم في انتقاله للنادي الاهلي. راح يتكلم في التجديد وجه، ما راحش مع شريف اصلا، راح ثاني يوم وراح يتكلم في التجديد مش في الانتقال. وحتى في بعض الناس في الاهلي زي الكابتن عماد النحاس يومها كان عارف الكابتن جمال جبر، حضرتك تقدر تسالهم على الموضوع ده، ويمكن في مراسل عندكم في القناه الاستاذ مدحت السيد برضه كان عنده فكره بالموضوع ده. قلت له تامر هيبوظ صفقه انتقال شريف للاهلي، ده راح يتكلم في تجديد وانا باكد عليه ما يتكلمش في تجديد، لا راح مع اللاعب ولا راح يتكلم في انتقال، راح يتكلم في تجديد. دول السؤالين. طيب المهندس عادل القيعي عايز اساله سريعا بس يا شريف احسن وقتنا ضيق. اوكي ماشي حضرتك. المهندس عادل القيعي هقول له السؤال الاولاني، هل انا طلع انا كنت في نادي الزمالك يوم الخميس 30/7 ورحنا النادي الاهلي في نفس اليوم العشاء تقريبا زي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دوت، اقول له انت يا عزم هل في حاجه تقول ان انا طلبت الاستعانه بخدمات تامر النحاس؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، ونسيت اسالك معلش في سؤال مهم جدا للمهندس نصر ابو الحسن. المهندس نصر قول له وانا في نادي الزمالك لما اتصل عليا بناء على اتصال الحاج محمد عبد الوهاب بيا قال لي احنا انهينا صفقه انتقال شريف للنادي الاهلي. قلت له يا حاج محمد اتصل على المهندس نصر خليه يكلمني وياكد لي كده. اتصل على المهندس نصر وقال لي احنا انهينا صفقه انتقال شريف للاهلي، لو عايز تودي اخوك الاهلي شوف هتطلع ازاي من الزمالك. تمام؟ وقلت للحاج محمد في نفس المكالمه يا حاج محمد، لان عارف ان العقد اللي مع تامر اللي هو مش موثق ده اكيد تامر لو ما ظهرش حتى بتاع الصفقه هيجي بعدها يودي انا وكيله عايز مستحقات. قلت له يا حاج محمد لو ظهر تامر في اي وقت ده وكيل مخلص لعيبه النادي الاهلي كتير وكده، انتوا تتعاملوا مع تامر اتصرفوا معاه ضد طريقتي، انا تامر كده مش وكيله ومش عايز منه خدمات ومش هديله حاجه، هديله على ايه؟ فلو ظهر انتوا تتعاملوا معاه عشان مش عايزين مشاكل. الحاج محمد قال لي حاضر اوكي، تقدر تجيب الحاج محمد برضه على التليفون. الحاج محمد قال لي انا اتفاجئت بيه في مكتبي. بقول له قول لي جابه تامر هنا، قال لي انا اتفاجئت بيه في مكتبي. فاهمني؟ ده بالنسبه للحاج محمد تقدر تجيبه على التليفون، وتقدر تجيب المهندس نصر ابو الحسن على التليفون. بالنسبه للمهندس عدلي كمان قلت لحضرتك السؤال الاولاني ان يثبت ان انا طلبت ان تامر يتدخل دي نمره واحد. نمره اثنين قول له لما دخلت المكتب معاه وقال لي طلباتك ايه يا بلبل؟ ماشي؟ طلباتك ايه يا بلبل؟ قلت له يا باشمهندس انا اسالك سؤال واحد، شريف اشترى، شريف اشترى النادي الاهلي؟ قال لي ايوه اشتراه يا بلبل يا حبيبي. قلت له خلاص يا باشمهندس انا مش هتناقش معاكم في حاجه ولا في اطلب اي حاجه، شوف انتوا هتقدروا شريف ازاي وانا تحت امركم. اتصل على الكابتن الخطيب كلمه في التليفون، طبعا انا مش سامع المكالمه بالسنوات، قال له بنفس اللفظ كده، قال لي يا بلبل، قال لي الوضع كذا كذا وعرض عليا المبالغ 1,300,000 و400,000 كده يعني. المهم قلت له يا باشمهندس خلاص انا اديت كلمه ومش هرجع فيها. ده الموقف بتاع المهندس عادل القيعي. خلي المهندس عادل القيعي اساله هنا، قول له هل تامر تفاوض للاعب بشان مستحقاته مع النادي الاهلي؟ هنا السؤال اللي يفرض نفسه، السؤال اللي يفرض نفسه هنا. طيب هل مش من احد اهم الوكيل الاساسيه انه يجيب اكبر تعاقد ممكن للاعب؟ طيب
شريف نبيل، احنا معلش وقتنا ده وعندنا ضيف تاني مهم جدا عايزين نستقبله، وانا بشكرك شكر جزيل على هذا التوضيح. اخر كلمه يا تامر بعد اذنك. اول كلام الجميل ده هرد عليه رد بسيط جدا. كان ممكن يوافق ان الشهود يحضروا امبارح ويقول هذا الكلام قدامهم، يعني هو جاي على الهوى ولا قيمه لما قاله على الهوى، ولن يؤثر في المحكمه ايجابا وسلبا. لو هو كان كلامه او كلمه من هو قالها صح كان استعان بالشهود في المحكمه في التحكيم، وكان قال لهم هذا الكلام الجميل المرسل، قال لكله والله 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 يا اخي امام الله ثلاث ارباع ما قالوا كذب. ولكن انا دي يعني هو انت معلش بلاش توصفه، بلاش توصفه ثلاث ارباع ما قالوا غير الحقيقه. ايوه بلاش توصفه غير الحقيقه. شريف عفو بيه، انا اتصلت له مع الكابتن عادل القيعي والكابتن محمود الخطيب، انا اللي انهيت له اجراءات انتقاله مع المهندس نصر ابو الحسن ويسالوا في هذا الكلام، وعملت له عقد 1300 1400 1500 1600، عملت له 900,000 جنيه اعلانات، خد شيكين واحنا ثاني يوم، شيك ب 450,000 جنيه يصرف حالا وشيك ب 450,000 جنيه يصرف بعد سنه. كل هذه الفلوس انا جبتها له. شريف عفضيل جالي مكتبي هو ونبيل عفضيل يوم الجمعه الصبح، انا اللي خدتهم ورحت بيهم من مكتبي، طلعت بيهم من المكتب عندي في الدقي الى النادي الاهلي، رحنا ساعه الجمعيه العموميه، دخلنا اتصورنا واحنا ماشيين من المكتب، نبيل عبد الفضيل اللي بيتكلم لمحمود ده ويدي ايحاء انه صادق بيقول لي يا تامر ارجوك نزل النسبه شويه لشريف، قلت له انا مش هنزل النسب لحد، انا بذلت جهدي وعايز حقي، قال لي اول ما ناخد فلوسنا هنديك حقك. فكل الكلام اللي هو قاله كلام مرسل، كان من الممكن ان هو ببساطه شديده جدا امبارح يوافق ويبقى راجل صادق. هنكمل يا تامر الموضوع، موضوع كبير لازم نكمله في وقت ثاني. بشكرك كابتن تامر النحاس، شكرا جزيلا. كلمة أخيرة للأسف الشديد. هو يعني بس كلمة أخيرة، تامر طبعا هو بيقول إن أنا ببحث عن حقي وأنا بحييه في إن هو بيبحث عن حقه، ده طبعا حاجة طبيعية. تامر لما راح بس هو صوته واضح إنه مش مواثق قوي من لا، لكن هو قال حاجة مهمة، قال إن أنا مش دايما هبقى صح في كل حاجة. فطبعا بالنسبة لمحمد صبحي حضرتك عارف مختلف، لأن محمد صبحي ما انتقلش النادي تاني. يعني ده بس بالنسبة تمام. بس احنا مش عايزين نخش في التفاصيل بتاع الموضوع، لسه معروض دلوقتي قدام المحكمة وهيطلع فيه قرار نهائي هيوضح كل الأمور. لكن نتكلم في الحاجة الأهم، يعني تامر النحاس لما هو رفع الدعوه قدام المحكمه الرياضيه سالني في بعض الحاجات قبل ما يروح، وانا جاوبته، كان بيستفسر منه وجاوبته بشكل عام. يعني بعد كده لما اللعيبه عرفت ان هو راح استأنف فعملت طلب تدخل قدام المحكمه الرياضيه الدوليه في الدعوه باستضافتهم طرف اصيل ان هم المفروض يدافعوا عن نفسهم. تامر رفض تدخل اللعيبه. يعني من المفترض حضرتك لما بتروح تعمل شكوى في اتحاد الكوره بتعمل شكوى للاعب، فاللاعب بيحضر في اتحاد الكوره بيدافع عن نفسه. يبقى المفترض برضه لما حضرتك بتروح تستأنف انت كمان بيبقى اللعيبه يدافعوا عن نفسهم. فتامر رفض تدخل اللعيبه ان هم يدافعوا عن نفسهم، ولكن المحكمه حكمت لا بحق اللعيبه في التدخل بصفتهم ان هم طرف في الموضوع. فدي نقطه هو رفض فيها. بعد كده طبعا هو قال على الهواء وانا بشكره ان هو شكرني ان انا قبلت ان شاهد الاثبات بتاعه. بس انت استفدت من القبول ده، وعايز يقول انك استفدت. لا ما فيش استفاده، هو المستشار انك انت ما كنتش مقدم مذكره دفاع. خلي بال حضرتك في حاجه، بس مذكره الدفاع اللي حضرتك بتتكلم فيها اتحاد الكوره حكم لصالح تامر اصلا. يعني هو اتحاد الكوره حكم لصالحه. فانت عايز تثبت الحكم ده بس. فانت طب انت هتقول ايه؟ انت هتقول ايه؟ يعني تامر الحكم الوحيد اللي واخد حكم لصالحه وضده هو محمد صبحي خلاص في اتحاد الكوره، واحنا ما كناش موجودين. فهي حته بس ان ايه؟ اتحاد الكوره قال مالكش حق في هذه الجزئيه وفقا لده عادي. فالموضوع في الاخر المحكمه هي تفصل. احنا لينا لقاء تاني معاك مهم جدا جدا، لان في الحقيقه الموضوع ده يعني انا بتمنى ان احنا نكون اثرينا دماغ الساده المشاهدين واديناهم حاجه معلومات اهو. ادي كرة القدم مش بس لعب، ده كرة القدم لوائح وكرة القدم منظومة وكرة، ولازم نجيب الناس اللي بتفهم فيها ولازم نجيب الناس اللي بتعرف فيها، انما ما نجيبش اي حد نحطه في اي مكان. يعني عشان ننقي حد معين اتحط في مكان في الكلام اللي انت بتقوله ده من الشرق للغرب، من المحكمة الرياضية، من لوائح، من لائحة شؤون اللاعبين للائحة وكالة لبنود المحكمة الرياضية، كل ده محتاج ناس بتفهم. احنا هنتكلم، احنا عندنا حلقه معاك تانيه عشان نتكلم على كيفيه تطبيق الكلام ده في مصر. ده مهم جدا، ان شاء الله نقابلك يا استاذ نصر. بشكرك شكر جزيل ونقابل